مرحبا اصدقائي، ان شاء الله تكونوا بخير. خلونا نتابع بتضيق الصمام التاجي mitral valve stenosis. بدايه الاصابه هي غالبا رثويه، المريض راح يصير عنده زله تنفسيه وتعب. مساحه الصمام 5 سنتيمتر مربع. طيب خلينا نبلش نوضح بالاول. الصمام التاجي مساحه الصمام هي 5 سنتيمتر مربع. الصمام الابهري مساحه الصمام 3 سنتيمتر مربع. كطريقة حفظ 1 2 3 4 5 5. الأبهري 1 2 3 3، وبالتالي مساحة الصمام هي من عدد النقاط. أوكي، لما تنخفض المساحة إلى النصف تقريبا تبلش تظهر الأعراض والمشاكل. هاي فكرة ماشي. هذا القلب الجميل وهذا الصمام التاجي الميترال فالف إذا صار فيه ستينوسيس، كمية الدم الواردة من الأذين الأتريا للبطين الفنتركل صارت أقل، صح؟ الكمية الواصلة للبطين صارت أقل، وبالتالي الدم اللي رايح باتجاه التشوز باتجاه الأنسجة صار أقل، وبالتالي بلش المريض يحس بالتعب. هاي أول فكرة. لما يتراكم الدم بالأتريا بالأذين وبلش يرجع برجوع عبر الأوعية الرئوية عبر الأوردة الرئوية البولموناري فينز، صار الضغط عالي بهالأوعية وهذا صنخ. لما يصير الضغط عالي راح يرتشح السوائل للصنخ، اوكي، للالفيولاي، وبالتالي يحس المريض بزله تنفسيه ووهم ترياء بولموناري اديما. هاي الفكره. طيب لما تنقص اكسس الجسم او عيترتين راح تتقبض، ومن هون انت عندك في زياده عوده الدم، صار التوتر الرئوي اعلى. لما يصير التوتر الرئوي اعلى، ايه شو معنى هالحكي؟ مين اللي عم يضخ الدم باتجاه اوعيه الرئتين؟ الرايت فنتركل، البطين الايمن. لو تخيلنا انه هذا الشريان الرئوي عم يضخ الدم باتجاه هاي الاوعيه، هاي الاوعيه التوتر فيها صار عالي، صار التوتر عالي. انت بالاول تعمل جهد بتعاوض، لكن لما يصير عندك الجهد اكثر ما تتحمل، هذا القلب هذا البطين الايمن راح يفشل، راح يصير في فشل بطين ايمن، بعده بيصير قصور مثلث شرف، بيصير يرجع الدم عبر الاوعيه الرئويه عبر الاوعيه الوداجيه. اوكي، هاي الآلية باختصار. اتفقنا؟ ماشي. صار في تضيق والدم صار يرجع، انت بتتذكر كان في عندك سينو اتريال نود عقدة جيبية أذينية واتريو فنتريكال نود عقدة أذينية بطنية وباقي حزمة هيس. لما تتوسع الأذينة الدم صار يتراكم، الأذينة بلش تتوسع، التوصيلات فيها صارت أضعف، وبالتالي هاي صارت بؤرة معرضة يكون في رجفان أذيني. الأذين سابقا كان التوصيل فيها سليم تتقبض، صح؟ لكن لما صار في مشكلة بالتوصيلات صارت تحاول تتقبض ما تنقبض، هيك صارت، هذا رجفان أذيني. الانقباض ما صار كامل، وبالتالي صار في تراكم بالدم أكثر. هاي هي الفكرة. لما يتراكم الدم أكثر راح يأهب لتشكل ثرومبس، خثرة اللي ممكن تنطلق وتعمل صمات جهازية امبولاي. هاي هي الفكرة. ماشي، خلينا نشوف شو كاتب. هو كاتب لك الزلة والتعب، المساحة، الارتفاع التدريجي في الضغط الأذيني اليسرى، ارتفاع التوتر الرئوي، توسع بطن أيمن، قصور مثلث شرف وقصور قلب أيمن. طيب الرجفان الأذيني شو ذاكر؟ يحدث الرجفان الأذيني بشكل شائع، اوكي، مع توسع الأذينة. بداية الرجفان الأذيني انكسار معاوضة سريع مع وذمة رئة، لأن الامتلاء البطني يعتمد على التقلص الأذيني. هالكلام شو معناه؟ شوف، الدم اللي موجود بالأتريا لحتى يعبر للفنتريكل، متى يعبر؟ بانبساط البطين. طيب إذا بتذكر كان عندنا S1 S2 S1 S2، بين الصوتين هو سيستوليك، بعد الصوت الثاني هو دايستوليك، فأنت عندك هاي الفترة اللي بيتعبى فيها البطين. حلو الكلام. إذا بتتذكر، لا لما انفتح هذا الصمام وبلش الدم ينزل، بالبداية الأذين ما راح يتقلص، الصمام انفتح الدم صار ينزل لحاله عفويا، بلش ينزل الدم بهالمستوى حتى يعبي البطين. طيب نحن عم نمشي، الأذين عم يحط دم في البطين، معناها الضغط في البطين بلش يرتفع، راح توصل لمرحلة
انه حتى الدم اللي موجود بالاذين يتفرغ بالبطين، شو لازم يصير؟ لازم الاذين يحرك حاله شوي، ينقبض، صح ولا لا؟ لحتى الاذين لازم ينقبض، الاتريا يصير فيها كونتراكشن لحتى الدم الموجود بالاذين ينزل الى البطين. هذا يصير بالاخير، اخر مرحله من الانبساط يصير فيها تقلص اتريا، تقلص اذين، لحتى ينزل الدم الى البطين. اوكي، معناها اذا صار في رجفان اذيني هاي المرحله ما عاد تصير، ما عاد يصير في هذا التقلص، وصار في تراكم دم. تراكم الدم راح يرجع عبر الاوعيه الرئويه يسبب وهذا متريا، وبالتالي هذا هو انكسار معاوضه اللي كان عم يتكلم عنه مع وهذا متريا، لانه يعني الدم صار يتراكم. الامتلاء البطني يعتمد على التقلص الاذيني، هذا هو الشيء اللي كان عم يتكلم عنه، اتفقنا؟ طيب، والشيء بالشيء يذكر، خليني اذكر لك معلومه عن الرجفان الاذيني. الاتريال فيبريليشن كثير شائع، كثير، مهما كنت انت اختصاصك راح يكون عندك مريض، عنده مثلا جيتك مريض على المشفى النسائيه وعنده رجفان اذيني بكل شكل، بالهضميه، بالكليه. طيب لما يصير في رجفان اذيني في اشياء عندك راح تختفي، يعني موجة بي على التخطيط راح تروح، ما في موجة بي. بالموجات الضغط داخل الأوعية، تذكر كان في A و X و C، الأي راح تختفي. عندك كمان S4، إذا متذكر S4 شو كان؟ لما يصير في عندك صلابة في جدار البطين، مثلا مريض عنده هايبرتنشن أو أيورتيك ستينوسيس، تضيق أبهري، البطين الأيسر راح يتضخم، صار في صلابة، وبالتالي تذكر شوي حكيت لك إنه الدم راح ينزل من الأذين إلى البطين، وآخر شيء الأذين راح يتقلص، صح؟ تقلص الأذين هاد راح يدخل مجموعة دم ترتطم بالجدار الصلب تعطيك أسفور. فإذا أنت هذا التقلص الأخير ما موجود راح يغيب عندك الأسفور، صح؟ وبالتالي بالرجفان الأذيني راح يغيب عندك الموجة بي، موجة أي، والأسفور. بالرجفان والخوف الكل بيهرب، ما راح تشوف ولا واحد، البي راح تروح، الأي راح تهرب، أسفور راح يهرب، الكل راح يهرب بالرجفان والخوف، وبالتالي هي عندك شيء خليه في بالك. إذا بدك موضوع شرح بتفصيل عن S4 و S3 في فيديوهات، حطيت لك رابط ممكن تشوفه. ماشي، التظاهرات السرية تكون زينة مرتبطة بالجهد هي العرض المسيطر، وتؤدي إلى انخفاض تدريجي في تحمل الجهد. أوكي، الفكرة الأساسية أنه الزلة التنفسية هي العرض المسيطر، مثل ما اتفقنا تؤدي إلى زلة حتى أثناء الراحة، وذمة الرئة، فرط التوتر الرئوي قد يؤدي إلى نفث دم، قلب أوعية رئوية، سنخ جميل. هاي التوتر بالأوعية الرئوية قد يؤدي إلى تمزق بالأوعية الشعرية ويؤدي إلى نفث دم، هيمابتسس. بالفحص ممكن تشوف رجفان أذيني، ممكن تشوف ميلر فلاش، هاد الاحمرار في الوجنتين، ميلر فلاش، اتفقنا؟ راح تشوف كتير عندك مرضى بيجوك بهالمظهر، وانتبه ما تكون صبية وتشوف هالحمرار، انتبه ما يكون SLE. اوكي، مو ضروري تضيق تاجي، هاي هي الفكره. شوف هالسيده قديش عيونها حلوين. اوكي، الفكره الاخرى، مع تضيق التاجي مع رجفان اذيني عندك اهبه عاليه للخثار والصمات الجهازيه. طيب، ضربه القمه شبيهه بالنقر. ضربه القمه هي شعور انت تحس فيه، تحط ايدك على صدر المريض وتحس بضربه القمه، اتفقنا؟ لانه في ضخامه بطين ايمن، البطين الايمن هو بالامام، وبدك تحط ايدك بتحس بضربه القمه، ضخم البطين الايمن. اوكي، بالازغائيات شو راح تشوف؟ S1 مشتد، سكت انفتاح، نفخه من خلط اللحن، وسط انبساطيه. خلونا نفسر، هذا القلب الجميل وهذا الصمام التاجي، لما صار في اصابه والصمام صار فيه تليف، الصمام اللي فيه طح تسحب، لما يتسكر يعطيك صوت طح. اوكي، وبالتالي S1 مشتد، S1 راح يصير مشتد يعطيك صوت عالي. طيب لما انغلق الصمام وهو متليف على بعضه، لما اجي يفتح
شايف الباب لما يكون قديم وتجي ترفسه وينفتح يعطيك صوت، وبالتالي لان عادة الصمام لما تفتحه ما بيعطيك صوت. انت عندك اسوان انغلاق، كان اسوان مشتد، اس2 انفتح الصمام يلعب هاري، بعد الاس2 اجي الصمام التاجي لينفتح رفسيك انفتح اعطاك صوت، هو opening snap، صكت الانفتاح، صكت الانفتاح مثل الباب تلك القديم ورفسته. طيب انفتح الصمام، فلما فتح الصمام صار الدم يعدي عبر صمام، فيه مشكلة، صار يعطيك نفخة انبساطية، بيسموه دحرجة انبساطية، diastolic rumble. ليش انبساطية؟ عايد على كلمة انبساطية، عايد عن البطين، لأن البطين في حال diastole، في حال انبساط، وبالتالي هي نفخة انبساطية. هذا تفسير الاشتداد وتفسير الصكة وتفسير النفخة. الشيء بالشيء يذكر، إذا بتتذكر معي إحنا أخذنا نفخة كيري كومز، كيري كومز اللي بتصير بالحمى الرثوية الحادة، بالإصابة الرثوية صار عندك التهاب صمام تاجي، إصابة حادة، هون الدم يعدي صار يعطيك نفخة، بس لسه ما صار في تليف وتكلس لحتى يعطيك سكة انفتاح. بنفخة كيري كومز اللي بتصير بالحمى الرثوية ما في سكة انفتاح، ما في سكة انفتاح، أوكي، فقط نفخة. هذا الشيء خليه في بالك، أوكي، يعني في حال حبيت تفرق، بس ما كتير شيء تفصيلي يهمك. الاستقصاءات، الاستقصاء الأول بالقلبية هو الـ ECG. شو راح تشوف؟ موجة بي مشطورة بي التاجية، mitral P wave. إذا تتذكر هاي موجة بي، هذا النص رايت وهذا النص ليفت، إذا صار في ضخامة راح تعطيك هذا المظهر. شوف هذا البي وهي المركبة اليسرى، وبالتالي mitral P wave، موجة بي عريضة، موجة بي عريضة، أو بتشوف رجفان أذيني. هذا التخطيط، تعود عيونك على رجفان الأذيني لأنه شائع جدا. وكيف نحصله؟ مو من هون، لا، تنزل على ستريب الشريط السفلي وتشوف، لاحظ المسافات بين RR غير متساوية، غير متساوية، وموجة بي ما مبينة. لاحظ هاي موجة تي، هاي موجة تي، هاي موجة تي، بس ما في بي، غياب بي، غياب S4، غياب A. هذا الرجفان الأذيني atrial fibrillation، اتفقنا؟ طيب، وفي سؤال بيتبادلك بعرفه، انت لما بتقرأ برجفان الأذيني بيقول لك تبلغ السرعة حوالي 500 ضربة في الدقيقة، مين هاي سرعة مين؟ هي سرعة الأذينات، سرعة تقلص الأذينات توصل لـ 500، لكن انت عندك عقدة جيبية أذينية، عفوا أذينية بطينية، هي بتبطئ التنبيه، وبالتالي البطين ما حيتقلص بضرب 500 ضربة أكيد، لا، راح تلاقي يمكن يتقلص ب 100 120 150، بس ما راح يوصل لأرقام مثل 500، حتى بيقولوا العتبة أحيانا 180، بس أكثر من هيك البطين ما راح يتقلص، ما راح يتقلص البطين بهالسرعات، أوكي، وبالتالي بيقول لك إنه رجفان أذيني بطيء. كيف زبطت معك؟ أنا بعرف رجفان سريع، وبالتالي شوف هو عدد مأوجاتك URS، راح تسمع إنك رجفان أذيني سرعته 70، يعني 70 ضربة QRS بالدقيقة، لكن البي سريعة، أوكي، حتى تكون عندك الأمور واضحة. صورة الصدر، ضخامة أذين يسرى وعلامات احتقان رئوي، أو بتشوف بالإيكو، الإيكو هو الأدق، بتشوف مساحة الصمام التاجي، مدروج الضغط، قديش صاير الفرق. حلو الكلام، لاحظ معي بهالصورة شو عم نشوف. هاي القصبات، هاي الرغامة، هاي قصبة يمنى، قصبة يسرى، الزاوية بين القصبتين عادة تكون صغيرة، يعني تكون هيك مثلا، هون قصبة يسرى، قصبة يمنى، الزاوية حادة، لكن هون الزاوية منفرجة، منفرجة، أوكي؟ طيب الفكرة الأخرى، لاحظ معي هاي الحافة عادة بتكون حافة الرايت أتريم، حافة الأذين الأيمن، لاحظ هون في عندك حافة إضافية، هاي حافة الأذين الأيسر، left atrium، حافة الأذين الأيسر. فلاحظ المسافة من هون قديش في، حتى في ناس بيقيسوها، بس قصدي أنا بس عم أوضح لك إنه هون ضخامة أذين أيسر، وشوف هاي الحافة كيف صارت مستقيمة، ضخامة أذين أيسر، وعندك كمان لاحظ ظل صمام صنعي، وعندك هاي الأسلاك بدي على عملية
فتح جدار الصدر. اوكي شوف كمان احتقان الاوعية الرئوية. اوكي بعرف انت درسك نظري فحص وطني، بس معلش عمليا عود عيونك على الصور. اوكي What happens when strep goes untreated? Leads to rheumatic fever. Which leads to Cameron? Mitral valve stenosis. Which is a thickening in the valve of the kidney? No. Kidney doesn't have a mitral valve. We'll go look at the heart. التدبير باختصار. الفكرة الأولى عندك حالتين. الحالة الأولى تعطي أدوية بتساعد تخفف الأعراض. يعني مدر حتى تخفف الاحتقان الرئوي. حاصر بتا مثلا أو أي شيء دواء يخفف سرعة القلب. مميعات في حال رجف عن الأذين، صح؟ مميعات. إذا كانت الحالة الأعراض صعبة السيطرة عليها، أعراض مستمرة أو فرط توتر رئوي مثلا اللي بيكون بهالشق يكون صمام كتير صغير مع فرط توتر رئوي والأعراض مستمرة، هون لازم أتدخل. كيف راح أتدخل؟ توسيع صمام البالون هو الخيار العلاجي الأمثل. ما كان في استجابة راح ألجأ للجراحة. يعني انت مثلا اتفقنا انت عندك شقين، الشق الاول انا عالجته بالادويه، الشق الاخر كان عنده ارتفاع توتر رئوي، كان الصمام كثير متضيق، اعراضه مستمره. اجيت انا قلت بدي اوسع، دخلت اجيت لاوسع لقيت الصمام متكلس، اذا متكلس ما راح يتوسع معي، لازم اعمل جراحه. لازم اعمل جراحه، انت صار بس عندك شقين تعرف تفرق بيناتهم، هذا بشكل اساسي. الفكره الاخرى بموضوع التمييع، انت بتعرف انه في رجفان اذيني صح؟ وبالرجفان الاذيني شفت رجفان اذيني الكلمة الاخرى اللي راح تخطر لك هو الشاد سكور، راح نحكي عنه معيار التمييع. لكن انتبه هذا الرجفان الاذيني غير الصمامي، غير الصمامي. هون بيقول لك اذا المريض مثلا ما عنده مشكلة صمامية، ما عنده تضيق تاجي، ما ركب صمام صنعي صح، ما عنده تضيق تاجي وعنده رجفان اذيني، مرض عمره مثلا 60 سنة وعنده ضغط وسكري وصار عنده رجفان أذيني، هون أنا بقيم اعتمادا على هالنقاط أعطي مميعات ولا لا. لكن مريض عمره 30 سنة وعنده مشكلة صمامية وصار في رجفان أذيني، هون شو بعمل؟ تمييع فورا. هاي المعايير ليست للمشكلة الصمامية، الصمامية تمييع. اتفقنا؟ هاي هي الفكرة، بس عم حاول أكون أوضح لك خطوط كبيرة. هذا باختصار شديد فيما يخص تضييق الصمام التاجي. الفيديو اللي بعده ان شاء الله عن قصور التاجي. سلام.